السلام عليكم. اليوم رانا في الحديقة الكبرى اللي مقابلة مسجد الجامع جامع الجزائر، والملاحظ هو بعض الأمور جديدة يعني بالنسبة لآخر جولة درناها لمدة تقريبا عام. الجديد هو أنه أضافوا يعني الأعمدة تاع الضوء للومبادير، زادوا لي لومبادير وزادوا هادو لي بيرغولا اللي رانا نشوفو فيهم هنا تاع الحطب دي بيرغولا. إذن وكذلك نلاحظ انه العشب الطبيعي المساحة تاع يعني المساحة الخضراء على قلتها، فالعشب الطبيعي يعتبر في حالة جيدة، والأشجار كبرت شوية. هذا هو الجديد. وانا اليوم كي مريت من هنا قلت نعاود نضرب دوره ونشوفه. هنا رانا امام هذا المسبح الكبير، جاي شكل دائري، وفي الوسط نتاع يعني المسطح المائي هذا كاين ان جيدو حابس ما راهش يشتغل. وكذلك الملاحظ هو انه هذيك المجسمات نتاع الدول العربية اللي داروها بمناسبة انعقاد القمة العربية في الجزائر، هذه بعد حوالي إذن شهرين ما زالت قائمة، ما زالت موجودة هذيك المجسمات، وهي في الحقيقة عندها انديريد في مدة الحياة نتاع 6 أشهر، مخدومة باش تعيش 6 أشهر ثم تنزع، ولا يعني لي ماتيريو المواد المستعملة بها مواد مش حاجة اللي تاع تطول، حطب وريزين وبلاستيك وكذا وكذا. إذن هذه هي الحديقة، راهي رانا خليكم تابعوا الفيديو هذا. السلام عليكم. وهنا رانا في الباركينج، هذا هو باركينج جديد للتبنى، وهذه لها إضافة جديدة. إذن هذه هي، هذا هو الشيء الجديد في البارك هذا. إذن عندنا هذا الماركينج تاع السيارات، يعني يعتبر لاباس به يعني من ناحية المساحة. وهنا نشاهد أماكن تاع الألعاب، لكن مساحة أرضية مازال ما هي الأرضية ما راهيش مسوية بنا كما يلزم الحال. هنا الأرضية لازم تندار، يديروا فيها إن بوردير دي تروطوار، ويعمروها برمل تكون مغطية بالرمل نصبدو. هنا المساحة هذه كلها لازم يكون فيها تغطية بالرمل. هذه هي إذن مساحة تاع الأطفال.
وانا رانا نشوفه قرابه، انا قدم لي بيرغولا هذوك، شوفوا يعني النوعيه جيده، طبعا فيها هذه حاجه مليحه، داروا الطاولات هذو حاجه مليحه باش العائلات تجي تقدر تستراح هنايا.